السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، نكمل المحاضرة الثانية للكورس الثاني. احنا المثالين الأول والثاني ركزنا على كيفية التصميم باستخدام الطريقة الأمريكية، أوكي؟ واحنا يعني تطرقنا بها إلى كل التفاصيل خلال المثالين، فإن شاء الله من خلال هاي المثالين راح تقدرون تحلون أي مثال أو أي سؤال إلى علاقة بتصميم خلطة خرسانية باستخدام الطريقة الأمريكية. الحالة إحنا بنهاية المثال الثاني لاحظتوا إنه إحنا حولنا الأوزان بدلالة إلى دلالة نسبية من وزن الإسمنت. هسه في حال إنه هسه هذا أنتم خلصتوه صممتوه، أوكي؟ إذا شخص معين هسه إنه بده يستخدم هذه النسب حتى يعرف ايش قد الكميات اللي يحتاجها حتى يصب فد هيكل معين او فد منشأ معين، فشلون يعرف انه ايش قد يخلي وزن الرمل بالضبط؟ احنا التصاميم السابقه هي كانت بدلاله المتر المكعب الواحد، اوكي؟ فاذا كان الهيكل الانشاء اللي يريد نصبه هو اقل من متر مكعب او اكثر من متر مكعب، فايش قد الاوزان راح تصير؟ اوكي؟ فهذا المثال الثالث إن شاء الله، والمثال الرابع اللي راح ناخذهم خلال هاي المحاضرة الثانية راح يشرح عن هاي المسألة بالتفصيل. هسه بالنسبة للمثال الثالث هو مثال يشمل كل الاحتمالات، يعني يشمل إنه خرسانة تحتوي على باودر، وهذا الباودر بإسمنت مواد إضافية سيليكا فوم، وحاطه يا ريتاردر إذا تذكرون سولفنا بيه بالكورس الأول، مادة اللي هي المبطئة، وبلاستيسايزر مادة ملينة، وكل هاي الامور موجوده بهاي الخلطه الخرسانيه. اوكي، وعلى اثر هالنوب السؤال يطلب منكم انه تحددون وزن كل وحده من هاي المواد حتى نصب هذا الهيكل الانشائي. هسه هنا انتم كانما كنتوا بتسوي المثال الاول والثاني، كنتوا بمرحله تصاميم، كنتوا انتم مصممين. الان انتم منفذين. هسه اجتكم الخلطه التصميميه وانت عندك انتوا كمهندسين مثلا، هسه السؤال شو يقول؟ A concrete mix has a proportion of 1 2.4 to 1.8 to 2.5 بهذا الترتيب: P powder, W water, S sand and gravel. اوكي، in the powder هسه شو يقول؟ يقول in the powder اللي هو ال P 90% بارتنر سمنت و 10% سيليكا فوم. اوكي، هاي خاصة واضحة. عندي انا 90% بالبي من عندها بارتنر سمنت و 10% سيليكا فوم. اذا تذكرون بالكورس الاول ان السيليكا فوم ممكن تستخدم كبديل للاسمنت لان هي تعطي مقاومة. اوكي، فبهاي الحالة هم مطبقينها. اوكي، فبستخدميها مع الاسمنت. The concrete also uses بالإضافة للسيليكا فوم يستخدم 25.25% ريتاردر مادة مبطئة و 1.5% سوبر بلاستيسايزر ملينة. هذا بالإضافة للبي والدبليو والاس والجي. أوكي، هذين يتم استخدام المواد. The absorber هنا بيجي على خصائص المواد الأولية المستخدمة اللي هي الرمل والحصو، بيقول قابلية الامتصاص للرمل 1.2%، الحصو 0.9%، المحتوى الرطوبي الـ oven dry 2.5% للرمل والـ 0.4% for the coarse aggregate. أوكي، هاي خصائص اللي نحتاجها لين حتى نعدل الماء التصميمي. وعدنا السو، هسه هنا يجي يفصل بالنسبة للمواد الإضافية. احنا هاي المواد الإضافية طبعا راح تخفف بالماء. اوكي، السيليكا فوم تخفف بالماء، الريتاردر يخفف بالماء، البلاستيسايزر تخفف بالماء. هنا شو يقول؟ يقول يا بأنه السوليد كونتنت الجزء الجاف، يعني كأنما الباودر لمادة الريتاردر هو 35% عند الريتاردر. يعني لو فرضنا أن النسبة الكلية هي 100%، 35% يعني 100% من الريتاردر راح ينحط داخل الخلطة. هاي 100% 35% من عندها باودر، والباقي أوكي هو شنو اللي هو 65%؟ هو ماء. اما بالنسبة للسوبر بلاستيسايزر ف 40% من عندها باودر والباقي ماء.
يعني نخلي 60% ماء، واللي شو يسمونه 40% هو الباودر مال السوبر بلاستيسايزر. اما السيليكا فوم فهي از سلوري 50% ماي و 50% باودر. هسه كل هاي المواد، كل هاي الخلطة التصميمية وهاي المعلومات لأجل أنه يتم صب 5 جسور. مقاطع هاي الجسور هي 10 × 10، يعني 100 ملم × 100 ملم × 500 ملم، اللي 10 سنتيم × 10 سنتيم × 50 سنتيم. هاي ممكن اللي هي جسور تستخدم بالمختبرات، ممكن اللي طلبة الماجستير والدراسات العليا، مع 18 اسطوانة طبعا هاي لأجل الفحص، 18 اسطوانة اللي هاي الأبعاد مالتها، أوكي، اللي هي القطر والطول. فهسه يسأل السؤال يقول how much of each individual ingredient should be used، واستخدم إضافة 5% أوكي على الوزن الكلي. بس هنا يعرف إيش قد يحتاج يوزن من كل منها، إيش قد وزن كل واحدة من هاي المواد اللي راح يخلطوها الشباب بالمختبر. ايش قد اسمنت، ايش قد سيليكا فوم، ايش قد ماء، ايش قد رمل، ايش قد حصب، اوكي، ايش قد ريتاردر، ايش قد سوبر بلاستيسايزر. بس هنا يقول افرض انه وحده الوزن للكونكريت شو تساوي لنا 2400، هاي هو مطلقكم اياها. اذا كان مرات احيانا السؤال هو تكميلي، يعني السؤال هو تصميم وهو تحديد وزن، فيقول لك صمم اولا بعدها حدد الاوزان لصب 5 جسور او 5 اعمده. فأنتوا راح تعتمدون كثافة اللي راح تستخرجوها من السؤال، أما من الجدول حسب معطيات السؤال أو من خلال القانون الخاص بالكثافة مال اليونت ويت اوف كونكريت أو whatever. أوكي، لكن هسه لأن هذا السؤال هو منفصل فقط إنه يريدكم، فهو قاعد لكم يا بحسب التصميم إنه اليونت ويت اوف كونكريت is 2400 كيلوغرام over cubic meter. بناء على هاي المعلومات إحنا نحل. الخطوة الأولى اللي نسويها لأجل أنه نعرف الكميات، يعني مقدمة لأجل البدأ بمعرفة الكميات، هو إيجاد الحجم الكلي للسبيسمن، يعني للهيكل الإنشاء اللي نريد نصبه. هو يقول أنا عندي 5 جسور، أبعاد الجسر الواحد هو هلقد، عندي اسطوانات ريدكم تصبوها، بعد أبعاد الاسطوانة هلقد، وإذاك تضيف 5% إضافة. فنجي نقول يا بنطلع الحجم، عندي 5، طبعا كل احنا الوحدات اللي نستخدمها كلها بالمتر، كل شيء مليمتر يتحول بالمتر، كل شيء سنتيمتر يتحول بالمتر. اذا المعطيات اللي بالسؤال هي بالمليمتر تتحول للمتر، بالسنتيمتر تتحول للمتر. فاحنا عندنا 5 في، اوكي، يعني عندنا 5 في 5 جسور تصير واضحة، وعندنا 18 في اسطوانة، حجم الاسطوانة، اوكي، عندي 18 اسطوانة، هاي الحجم مال الاسطوانة نسبة ثابتة الى اخره، وعندنا حجم المستطيل طول في الارض في الارتفاع 5. طلع لي الحجم الكلي لكل لهاي المقاطع اللي هي الخمس اعمدة، 5 جسور و 18 اسطوانة هو 0.03274. طبعا هنا ناس يعني استخدمنا تقريبا ارقام بعد الفارزه اكثر، لان هاي حجم ونقدر تالي انه بنقلصن الى 3 من نوصل الى اوزان، لكن كونه حجم فيفضل انه ناخذ هاي المراتب، يعني بالقليل يكون في 4 إلى 5 مراتب. هسه اوكي، هسه اذا وجد الحجم للشيء اللي نريد احنا نصبه، هسه نريد نعرف الوزن ايش قد. اوكي، فشلون نعرف الوزن؟ بس احنا السؤال شو يقول او القانون شو يقول؟ الكثافة تساوي الوزن على الحجم، اوكي، هذا معروف للجميع. انا عندي الكثافة اعطانيها هو بالسؤال، كاتب جايبه اليونت ويت اوف كونكريت، يعني هي كثافة، يعني هي وزن على الحجم، فهاي الكثافة الكونكريت الرطب بعد انه نصبه باستخدام هذه النسب هو 2400، هو فرضنا اياها. القانون قلنا الكثافة تساوي الوزن على الحجم، الحجم استخرجنا اللي نريد ان احنا نصبه، اوكي، شنو يبقى عندي؟ الوزن. انا عندي الحجم الكلي، عندي الكثافة الكلية، اوكي، وجد عندي
شنو يبقى لي؟ بس الوزن الكلي. فإذا الوزن يساوي من الكثافة في الحجم اللي نريد نصبه، يطلع لي شنو؟ الوزن الكلي اللي يحتاج إنه نوفره، أو وزن الكونكريت بعد أن نخلط كل هاي المركبات بهذه النسب. أوكي؟ إيش قد عندنا؟ 127.8576. هسه هذا الوزن هو شنو طالب من عندي بالسؤال؟ هاي ملاحظات عادة بالسؤال ضروري تركزون عليها. فكاتب consider 5% extra amount، يقول هنا أنا أريدكم أن تضيفون 5% فوق الوزن اللي راح تطلعونه. مرات السؤال يقول 3%، مرات يقول 2%. طبعا هاي 5% قد تكون الخسائر اللي ممكن تحدث أثناء عملية الصرف. فإحنا بما أنه طلعنا هسه الوزن الكلي، الوزن الإضافي 5% هو شي يساوي لي؟ يساوي لي هذا الوزن في 5% يطلع لي 6 كيلوغرام 0.393. إذن 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 الوزن النهائي الويت توتال أوكي يساوينا، نقدر نفس الطريقة. يعني أنتوا عندكم هنا طريقتين، يا أما أنه تطلعوا هذا الوزن هسه تجمعونه مباشرة ويا هذا، أوكي، فيا أما يتم جمع هذا الرقم مع الإضافة بيطلع لنا هو بالنتيجة هذا الرقم، أو الطريقة ممكن طريقة مباشرة باستخدام نفس القانون. ف2400 في الحجم يطلع الوزن الكلي، وهذا كل الرقم نضربه في 1+5%. شلون احنا نسوي؟ قلنا من نريد نحول الوزن الأوفر دراي إلى SSD فيقدر يطلع الحجم. فأنتوا هنا مخيرين. فس احنا لو جمعنا هسه هذا ويا هذا، يعني هسه نقدر نقول يا به الويت توتال اوكي يساوي لنا 127.8576 plus 6393 point at me. Okay, now 2. Okay, فهسه هذا لو جمعناه راح يطلع exactly the same as this. Or نقدر نقول or this is another method or this method. This is up to you guys. Okay. فهسه تم معرفة exactly إيش قد الوزن الكلي اللي هو 134.2492. هسه طبعا احنا الملاحظة خلي بالنا انه هاي النسب اللي طيناها هي بحالة الـ SSD، هلا نسألي هاي قيم تصميمية يعني بعدها ما معدل، يعني ليس يعني لو فرضنا احنا بالمثال السابق من قسمنا قسمناها على الستوك فالأوزان راح تطلع هي دايركتلي بالستوك، بس احنا نالين SSD هاي جنرال فيحتاج اول شيء نطلع الأوزان وبعدها النوب نشوف ايش قد تأثير الماي عليها. اوكي، بس الخطوة الأولى قلنا هاي الحل مالتها، الخطوة الثانية هاي تفاصيل، الخطوة الثالثة هسه نجي اول شيء نطلع الباودر ايش قد وزن الباودر العام اللي هو يشمل السمنت والسيليكافون. اوكي، ف اللي هو هذا في، نجي نشوف احنا ايش قد الباودر. المعادلة اذا نتذكر سابقا انه احنا قلنا بالمحاضرة السابقة انه عندنا الويت ميثود يساوي لي الدبليو ويت الكلي ويت كونكريت يساوي لنا الوزن السمنت وزن الووتر وزن الاجريجيت وزن الساند وزن الادمكستشر الى موجودة. هسه نفس هذا القانون احنا راح نستخدمه هنا. انا عندي هسه الدبليو
وات كونكريت قبل شوي طلعنا، وزن الاسمنت هسه كل يعني كل هاي القيم بقيه بدلاله الاسمنت. اذا ذكرون بالمحاضره اللي فاتت قلنا هذا واحد هو الباودر، هاي 0.4 من الباودر، هاي 1.8 من الباودر، 2.5 من الباودر. هنا من يقول انه الريتاردر هي 0.25%، هي منين؟ من الباودر. ال 1.5% سوبر بلاستيسايزر من الباودر، وهكذا. اوكي، احنا هسه نجي نقول اذا الوزن الكلي هذا ال W weight، اوكي، اللي هو هذا. عندنا هنا هسه عندنا ال W weight wet concrete، نجي هنا ال wet concrete هذا الوزن قبل شوي حصلنا، يجي يساوي عندنا يساوي 1 في ال W powder، اوكي، اللي هو هذا، زائدا 0.4 في ال W powder اللي هو ها 0.4 في، اوكي، زائدا 1.8 في ال W powder، زائدا 2.5 بالW powder، هذا 1.8 هاي 2.5 من الباودر، ال weight of powder. يبقى نضيف وياها شنو عندي؟ السؤال أيضا ضاف لي نانا قال يا بل concrete also uses 0.25% retarder and 1.5% super plasticizer، هذني بالإضافة إلى هذني نضاف هذني percentages of هم الباودر. بنرجع إلى السؤال مالتنا، فعندي plus 0.25% من الباودر، وعندي plus 0.15% of the powder. بس المعادلة مكتملة بعد ما عندي غير شيء، بس هذين الأمور كلهن بدلالة ال weight of powder، فعندي مجهول واحد، فإذا ال weight of powder اللي هو شي يساوي لي، يساوي لي وزن السمنت زائدا السيليكا فوم حسب السؤال. هو سؤال يقول powder content يساوي 90% من الباودر هو بورتلاند سيمنت، و 10% سيليكا فوم. اوكي، اذا الويت اوف الباودر هو اصلا وزن السيمنت زائدا السيليكا فوم. شو يساوي لي؟ يساوي لي هذا الرقم مقسوم على حاصل جمع الكونستانس اللي هو next to WP. اوكي، فالمعادلة الطبيعية بها مجهول واحد يطلع عندنا وزن الباودر 23 كيلوغرام 0.48. هسه بما انه علم الويت مال باودر، هسه بعد نحل السؤال، صارت الامور سهله، لكن انا اذا افصل اكثر بما انه طالب من عندي وزن كل هاي الجزئيات each individual ingredient، اجي اقول انه ياب الويت اوف باودر يساوي لي قد 23، لكن الويت اوف باودر بوزن السمنت ووزن سيليكا فوم، فاقول وزن السمنت حسب السؤال هو 90% من وزن الباودر، فاذا 23.48 في 90% يطلع لنا وزن السمنت، وال 23.48 في 10% يطلع لنا وزن السيليكا فوم. فعرفنا وزنين رئيسيين، وزن السمنت وزن السيليكا فوم. نجي نكمل، نجي على الرمل، ايش قد نحتاج رمل؟ السؤال يقول شنو الرمل؟ هو 1.8 من وزن الاسمنت او الباودر بحالتنا، مو السمنت، ف 1.8 في وزن الباودر اللي هو احنا طلعناه قبل شوي، ها وزن الباودر. اوكي، فايش قصر عندي؟ وزن الرمل هو 42.265 كيلوغرام. هسه احنا بما انه طلعنا وزن الرمل هنا، فخليني مباشره نعرف ايش قد الماي اللي راح يمتصه او يضيفه. اوكي، هسه انا عرفت الوزن الاس اس دي في حالتنا، اجي اقول انه انا عندي بالمعطيات اكو قوانين موجوده، فاكو طريقتين لتحديد ال W stock. الطريقه اللي معتمده مثلا حسب الرفرنس اللي هي الابزوربشن كابابيلتي، يساوي لنا هذا القانون اللي قلته بالكورس الاول، يساوي لي ال WSSD ناقص ال W over dry مقسوم على ال over dry. اوكي، اكو قانون اخر ايضا اللي هو المحتوى الرطوبي over dry، يساوي لنا ال W stock ناقصا W oven dry مقسوم على W oven dry. هسه لما ما نطلع ال عندنا ال oven dry
عامل مشترك مثلا من واحدة من هاي القيم ونعوضها بالمعادلة الثانية، راح تطلع عندنا معادلة أخرى هاي الصيغة مالتها اللي هي W stock مقسوم على W SSD يساوي لنا 1 زائد موست كونتين أوفر درايف مقسوم على 1 زائد القابلية الامتصاص. هسه هذا القانون إذا طبقناه وعوضنا القيم الموجودة، فأنا عندي الـ WSSD، عندي الـ Moisture Content Overdrive، عندي الـ Actual الـ Absorption Capacity. أوكي، ترجعون هسه للسؤال تلقون كل هاي المعطيات موجودة، عندي الـ Absorption Capacity وعندي المحتوى الرطوبي Overdrive. هاي المعطيات هي اللي فرضت علينا نستخدم هاي القوانين، فمجرد نطبق مباشر يطلع عندنا قيمة الـ W stock، فعندي هذا القيم مضروبة انه بالـ WSSD يطلع لنا هذه القيمة اللي 42.808 كيلوغرام. هسه انتم ممكن هاي الصيغة طبعا تحفظوها، لكن خلونا بنظر الاعتبار حسب معطيات السؤال، يعني لو سؤال مطينا الـ Moisture Content SSD هذا بعد ما يشتغل، هي حسب معطيات السؤال. اذا هسه بما انه عرفنا الوزن الـ stock، فأنا عندي وزن ستوك 42.8 بينما الوزن الـ SSD 42.2، فهو الـ SSD أقل من الستوك، فكلش زين راح أعرف أنه الرمل راح يضيف ماء. إيش قد راح يضيف ماء؟ أطرح الستوك من الـ SSD يطلع لي تقريبا نص كيلوغرام. أوكي، فهسه أنا صار عندي إيش قد معلوم ستوك، يعني ايش قد راح اقدر اريد اشتري من المقلع هذا. اوكي، وايش قد الماي اللي راح يضيف الرمل حتى تالي استفاد من عنده من اطلع الماي التصميمي. الطريقه الثانيه انه اكو عندنا قانون يقول، او اللي هي نفس الطريقه السابقه اللي كنا نعتمدها، عندي انا المويستر كونتنت اللي هو هذا القانون، شو يساوي W stock ناقصا open dry بل open dry. هذا القانون المجهول بي فقط الاوفن دراي. انا ممكن اعرف الاوفن درايف بنفس الطريقه اللي كنت اعرف بيها الاس اس دي من الاوفن درايف. احنا سابقا كان اذا انا عندي اوفن درايف واريد الاس اس دي، شقول اقول الاوفن درايف الاس اس دي يساوي ان اوفن درايف في 1 زائد الابزوربشن كاباسيتي. اذا بالعكس نفس القانون اقلبه، انا عندي هسه المجهول الاوفن درايف يصير الاس اس دي في 1 ناقص القابليه الامتصاص. اوكي، فأجي أولاً أطلع هذا القانون، أو هسه إذا أريد هسه الواحد يريد حتى يكون تسلسله صحيح، فهو ببال مثلاً أنتم ببالكم هذا القانون حتى تكون التدرس صحيح، فأنا عندي هذا القانون. أوكي، من هذا القانون أقدر أستخرج هذا القانون. أوكي، يعني بنسبة وتناسب عندي أريد أخلي الستوك هو بالدلالة إذا أريد. بعدها انه انا اقول المجهول اللي عندي حاليا واللي انا اريد ان اطلع الستوك، الاوفن دراي ممكن حسابه من معطيات السؤال، نطبق هذه المعادله طلع عندي الاوفن دراي، اجي اعوض النوب الاوفن دراي بالقانون هذا فصار عندي الاس اس دي عفوا الستوك معلوم. لو نلاحظ الستوك شويه اقل من الستوك اللي طلعناه بالمعادله السابقه، لكن هذا الفرق جدا قليل أصلاً ما يأثر. فأنتم بأي طريقة تيجي تحسبون بهاي، يعني في حال جاكم سؤال مشابه، فأنتم بعد it's up to you، you can use this method or you can use this method. أذكر قوانين وأنتم تفصلوها براحتكم. إذا حاصل الطرح راح يكون هو 0.539، هنا أنا 0.543، الفرق جدا قليل تقريبا أعشار الكيلوغرام. إحنا هسه بالنتيجة أنا راح أعتمد هذا الوزن. أوكي، لكن it's up to you، بالنتيجة اللي يحل بهذا السؤال يقدر يعتمد هذا الوزن، يعني إذا عجب الامتحان. هسه إذا نحن عرفنا من الرمل إيش قد الستوك مالته وإيش قد راح يضيف ماي، نجي على الحصو. الحصو شنو؟ الوزن الـ SSD 2.5 في وزن الباودر، صحيح؟ لو نرجع لي السؤال، الـ 2.5 من وزن الباودر. نجي هنا نقول يا أبا الكورس أجريجيت هو 2.5 في وزن الباودر 58.71 كيلوغرام. وزن الستوك نقدر نطبق المعادلة هاي مباشرة، أنا استخدمت هاي المعادلة دسين وزن من كيلو ديفرنس، فطلع لي وزن الستوك للأجريجيت. حاصل طرح، حاسة طبعا أنا لي قدام عرفت إنه هذا وزن الستوك
هو أقل من وزن الـ SSD، أكيد الحصو راح يمتص مرة. إيش قد راح يمتص؟ أطرح الوزن الستوك من وزن الـ SSD، يطلع لي هذا الرقم، هذا المقدار راح يتم امتصاصه. هسه طبعاً الإشارة السالبة، هسه ممكن واحد من عندكم يطرح الـ SSD من الستوك ويطلع الإشارة موجبة، it's up to you. لكن أنا أفضل بمثل هذه الأمثلة حتى تكون عندكم واضح أنه من الإشارة إذا سالبة معناتها هذا راح يمتص، وإذا موجبة هذا راح يعني راح يضيف ماء. فيفضل أنه عادة يصير الستوك هنا والSSD منه، أوكي؟ حتى من الإشارة تميزون. يعني هسه مثلا بمثل هذا السؤال أكو كثير من المواد، وكل واحدة من هاي المواد قسم يمتص وقسم يضيف، أوكي؟ الأفضل أنه حتى الإشارة تذكركم القيمة، لكن هي واضحة جدا. أنا من أشوف الSSD أكبر أو أصغر من الستوك فراح أعرف أنه هذا المادة تمتص أو راح تضيف، أوكي؟ بالنسبة للريتاردر، الريتاردر السؤال شو يقول؟ السؤال يقول أن وزنها هي 0.5، لنرجع للسؤال، هي 0.25% من الباودر. فنجي نعم أوكي، 0.25% في وزن الباودر، طلع لي وزن الريتاردر. هذا شنو هو هذا؟ هذا السوليد، يعني هذا الوزن الجاف الباودر. هسه السؤال ايضا شو يقول؟ السؤال يقول يعني معطيات السؤال يقول الوزن الصلب هو 35% من الوزن السائل للريتاردر، يعني بعد نضاف له الماء. لو نلاحظ هنا أنا بالسؤال، السؤال هنا شو يقول؟ يقول انه الريتاردر سولت كونتين 35% بالريتاردر و 40% بالسوبر بلاستيسايزر. نجي نطبق، اذا يصير عندنا معادله. المعادله شو تقول؟ هي وزن السوليد يساوي لي 35% من وزن السولوشن الكلي. السولوشن الكلي يعني الباودر والماي اللي انخلط به. اذا انا هسه اريد ان الوزن السولوشن الكلي حتى اعرف ايش قد ما يضفنا، حتى هذا الماي اطرحه من الماء التصميمي او اضيفه. ايش اقول؟ اقول اذا الوزن السولوشن اللي هو المجهول اللي انا اريده يصير حاصل قسمه هذا على هذا، اوكي؟ طلع لي هذا الوزن الكلي السولوشن. يعني السولوشن شنو يقصد به؟ الماده المذابه، يعني الباودر مع الماء اللي نذاب بيها، هذا الوزن الكلي. هسه اذا الماء اللي راح يتم يعني اضافته للخلطه خرسانيه من الريتاردر شو يساوي لي؟ وزن السولوشن الكلي مطروح من عنده شنو؟ وزن الصوليد اللي هي الباودر، فهذا هو وزن الماء، اوكي؟ نفس الشيء بالنسبه للسوبر بلاستيسايزر. البلاستيسايزر السؤال شو يقول؟ هي 1.5% من شنو؟ لو نرجع هسه للسؤال، هي 1.5% من الباودر. فنجي لهنا احنا نقول يا هذا 0. طبعا قسمها على 100 في وزن الباودر، فطلع لي هذا وزن السوبر بلاستيسايزر سوليد الباودر. هسه المعادله شو تقول؟ تقول وزن الصلب حسب السؤال هو 40% من الوزن شنو؟ السائل الكلي، يعني بعد ان يتم خلط السوبر بلاستيسايزر بالماء. نلاحظ السؤال هنا يقول 40% in super solid content is 40% in super plasticizer. نيجي لهنا نقول يابا اذا بما انه المعادله الوزن الصلب يساوي لنا 40% من الوزن السائل الكلي، اذا الوزن السائل الكلي حاصل قسمه وزن الصلب على 40% ويطلع 0.881. اذا الماي اللي راح يتم اضافته للسوبر بلاستيسايزر يعني ينخلط وياه ايش قد يساوي لنا؟ الماده الكليه اللي تشمل الباودر والماي ناقصا الماده الصلبه يطلع لي وزن الماي اللي تم استخدامه للخلط، اوكي؟ سواضح هاي. نجي على السيليكا فوم. السيليكا فوم احنا صحيح طلعنا وزنها اللي هي شنو ايش قد قلنا؟ اللي هي واحد يعني 10% من وزن الباودر. احنا قبل شوي طلعنا اللحظة اللي هو هذا 10% حسب ما يقول السؤال، لأن السؤال يقول الباودر 90% من عنده سمنت و 10% من عنده ماي، عفوا سيليكا فوم. نجي لهنا نقول يابا إذا السيليكا فوم هم نفس الشيء، 10% هي هذا الوزنها بالنسبة للباودر.
وأيضا السؤال يقول إنه يابا بالنسبة للسيليكا فوم 50% من عندها ماي. أوكي، نجي لهنا نقول يابا إذا الوزن الصلب يساوي لي 50% من وزن المحلول الكلي. إذا وزن المحلول الكلي اللي هو السيليكا فوم مع الماء اللي فرض بيها، حاصل قسمة هاي على هاي، بيطلع لي وزن الماء اللي تم استخدامه ل يعني الوزن الكلي مع الباودر والماء، يعني مع السيليكا فوم والماء. إذا أريد نعرف الماء اللي تم استخدامه، طبعا هو الوزن الكلي ناقص وزن الباودر يطلع لنا الوزن الماء. هسه نجي على الماء، الماء شو يقول السؤال؟ السؤال يقول إنه الماء هو 40% بوينت 4، يعني بوينت 4 من وزن الباودر. نجي لهنا الديزاين ووتر اللي هو 40% في وزن الباودر، فشقد 9 كيلوات بوينت 1. لكن هذا الماء لازم يعدل بما راح يتم إضافته أو طرحه من المواد الأولية المستخدمة. إذن the adjusted water شي يساوي لي 9 كيلوغرام بوينت 392 ناقصا الجمع الجبري للمواد. فأنا عندي أولا الرمل شنو راح يمتص. أوكي، هذا راح يضيف، عندي رمل راح يضيف، عندي حصو راح يمتص بالسائل، وعندي النوبل ريتاردر، عندي السوبر بلاستيسايزر، وعندي السيليكا فوم. أوكي، هذين كلهن المواد راح يضيفن ماي ما عدا الحصو راح يمتص، فالجمع الجبري راح يطلع لنا بإشارته ينطرح من الوزن الماء التصميمي يطلع لنا الصافي هو 6 كيلو وات. أوكي، هذا الماء اللي راح يتم استخدامه فهنا ممكن إنه بالتالي يصير جدول نهائي، يسوى جدول، وبهذا الجدول ينكتب المواد كلها بخانة، ينكتب مثلاً هنا مثلاً السمنت، السيليكا فوم، الماء، الرمل، الحصو، الريتاردر، السوبر بلاستيسايزر، كل واحدة يتحط الوزن مالتها هنا. أوكي، إن شاء الله بالمقطع الفيديو القادم ندخل بالمثال الرابع.